بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي، حدثني أبي قال: هذا ما عرضنا على هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: أنزل عبس وتولى في ابن أم مكتوم الأعمى، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: يا رسول الله أرشدني. وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول: أترى بما تقول بأسا؟ فيقال: لا. ففي هذا أنزل. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. وروى بعضهم هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه قال: أنزل عبس وتولى في ابن أم مكتوم، ولم يذكر فيه عن عائشة. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا محمد بن الفضل، حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب، عن عكرمة عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحشرون حفاة عراة غرلا. فقالت امرأة: أيبصر أو يرى بعضنا عورة بعض؟ قال: يا فلانة، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، قد روي من غير وجه عن ابن عباس، رواه سعيد بن جبير أيضا، وفيه عن عائشة رضي الله عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا عبد الله بن بحير عن عبد الرحمن وهو ابن يزيد الصنعاني قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. هذا حديث حسن غريب. وروى هشام بن يوسف وغيره هذا الحديث بهذا الإسناد وقال: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ: إذا الشمس كورت، ولم يذكر: وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا قتيبة، حدثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب ثقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، وهو الران الذي ذكر الله. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا يحيى بن درست بصري، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال حماد: هو عندنا مرفوع: يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال: يقومون في الرشح إلى أنصاف آذانهم. حدثنا هناد، حدثنا عيسى بن يونس عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال:
يقوم أحدهم في الرشح إلى أنصاف أذنيه. قال: هذا حديث حسن صحيح، وفيه عن أبي هريرة. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نوقش الحساب هلك. قلت: يا رسول الله، إن الله يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه، إلى قوله: يسيرا. قال: ذلك العرض. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا سويد بن نصر، أخبرنا عبد الله بن المبارك عن عثمان بن الأسود بهذا الإسناد نحوه. حدثنا محمد بن أبان وغير واحد قالوا: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا محمد بن عبيد الهمداني، حدثنا علي بن أبي بكر عن همام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قال: وهذا حديث غريب لا نعرفه من حديث قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا روح بن عبادة وعبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة، وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منه، فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجاب الله له، ولا يستعيذ من شر إلا أعاذه الله منه. حدثنا علي بن حجر، حدثنا قران بن تمام الأسدي عن موسى بن عبيدة بهذا الإسناد نحوه. وموسى بن عبيدة الربذي يكنى أبا عبد العزيز، وقد تكلم فيه يحيى وغيره من قبل حفظه. وقد روى شعبة والثوري وغير واحد عن الأئمة عنه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة، وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد وغيره. حدثنا محمود بن غيلان وعبد بن حميد المعنى واحد قالا: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر همس، والهمس في بعض قولهم تحرك شفتيه كأنه يتكلم، فقيل له: إنك يا رسول الله إذا صليت العصر همست. قال: إن نبيا من الأنبياء كان أعجب بأمته فقال: من يقوم لهؤلاء؟ فأوحى الله إليه أن خيرهم بين أن أنتقم منهم وبين أن أسلط عليهم عدوهم، فاختار النقمة فسلط عليهم الموتى، فمات منهم في يوم 70,000. قال: وكان إذا حدث بهذا الحديث حدث بهذا الحديث الآخر. قال: كان ملك من الملوك، وكان لذلك الملك كاهن يكهن له، فقال الكاهن: انظروا لي غلاما فهما، أو قال فطنا لقنا،
فأعلمه علمي هذا، فإني أخاف أن أموت فينقطع منكم هذا العلم ولا يكون فيكم من يعلمه. قال: فنظروا له على ما وصف، فأمره أن يحضر ذلك الكاهن وأن يختلف إليه، فجعل يختلف إليه، وكان على طريق الغلام راهب في صومعة. قال معمر: أحسب أن أصحاب الصوامع كانوا يومئذ مسلمين. قال: فجعل الغلام يسأل ذلك الراهب كلما مر به، فلم يزل به حتى أخبره، فقال: إنما أعبد الله. قال: فجعل الغلام يمكث عند الراهب ويبطئ على الكاهن، فأرسل الكاهن إلى أهل الغلام إنه لا يكاد يحضرني، فأخبر الغلام الراهب بذلك، فقال له الراهب: إذا قال لك الكاهن أين كنت فقل عند أهلي، وإذا قال لك أهلك أين كنت فأخبرهم أنك كنت عند الكاهن. قال: فبينما الغلام على ذلك، إذ مر بجماعة من الناس كثير قد حبسهم دابة، فقال بعضهم: إن تلك الدابة أسدا. قال: فأخذ الغلام حجرا، قال: اللهم إن كان ما يقول الراهب حقا فأسألك أن أقتلها. قال: ثم رمى فقتل الدابة. فقال الناس: من قتلها؟ قالوا: الغلام. ففزع الناس وقالوا: لقد علم هذا الغلام علما لم يعلمه أحد. قال: فسمع به أعمى، فقال له: إن أنت رددت بصري فلك كذا وكذا. قال له: لا أريد منك هذا، ولكن أرأيت إن رجع إليك بصرك أتؤمن بالذي يرده عليك؟ قال: نعم. قال: فدعا الله فرد عليه بصره، فآمن الأعمى، فبلغ الملك أمرهم، فبعث إليهم فأتي بهم، فقال: لأقتلن كل واحد منكم قتلة لا أقتل بها صاحبه. فأمر بالراهب والرجل الذي كان أعمى، فوضع المنشار على مفرق أحدهما فقتله، وقتل الآخر بقتلة أخرى. ثم أمر بالغلام فقال: انطلقوا به إلى جبل كذا وكذا فألقوه من رأسه. فانطلقوا به إلى ذلك الجبل، فلما انتهوا به إلى ذلك المكان الذي أرادوا أن يلقوه منه، جعلوا يتهافتون من ذلك الجبل ويتردون حتى لم يبق منهم إلا الغلام. قال: ثم رجع. فأمر به الملك أن ينطلقوا به إلى البحر فيلقونه فيه، فانطلق به إلى البحر، فغرق الله الذين كانوا معه وأنجاه. فقال الغلام للملك: إنك لا تقتلني حتى تصلبني وترميني وتقول إذا رميتني. بسم الله رب هذا الغلام. قال: فأمر به فصلب ثم رماه، فقال: بسم الله رب هذا الغلام. قال: فوضع الغلام يده على صدغه حين رمي ثم مات. فقال الناس: لقد علم هذا الغلام علما ما علمه أحد، فإنا نؤمن برب هذا الغلام. قال: فقيل للملك: أجزعت أن خالفك ثلاثة؟ فهذا العالم كلهم قد خالفوك. قال: فخد أخدودا ثم ألقى فيها الحطب والنار، ثم جمع الناس فقال: من رجع عن دينه تركناه، ومن لم يرجع ألقيناه في هذه النار. فجعل يلقيهم في تلك الأخدود.
قال: يقول الله تعالى: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، حتى بلغ العزيز الحميد. قال: فأما الغلام فإنه دفن، فيذكر أنه أخرج في زمن عمر بن الخطاب وأصبعه على صدغه كما وضعها حين قتل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. ثم قرأ: إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أبو حفص عمرو بن علي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو داود قالا: حدثنا همام عن قتادة عن عمران بن عصام عن رجل من أهل البصرة عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الشفع والوتر فقال: هي الصلاة بعضها شفع وبعضها وتر. قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قتادة، وقد رواه خالد بن قيس الحداني عن قتادة أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوما يذكر الناقة والذي عقرها، فقال: إذ انبعث أشقاها. إن بعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهطه مثل أبي زمعة، ثم سمعته يذكر النساء فقال: إلى ما يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد، ولعله أن يضاجعها من آخر يومه. قال: ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة فقال: إلى ما يضحك أحدكم مما يفعل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا زائدة بن قدامة عن منصور بن المعتمر عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في البقيع، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس، وجلسنا معه ومعه عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه إلى السماء فقال: ما من نفس منفوسة إلا قد كتب مدخلها. فقال القوم: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا؟ فمن كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة، ومن كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء. قال: بل اعملوا فكل ميسر، أما من كان من أهل السعادة فإنه ييسر لعمل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فإنه ييسر لعمل الشقاء. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى
فسنيسره للعسرى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن جندب البجلي قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار فدميت أصبعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت؟ قال: فأبطأ عليه جبريل عليه السلام، فقال المشركون: قد ودع محمد. فأنزل الله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه شعبة والثوري عن الأسود بن قيس. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر وابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصع رجل من قومه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان، إذ سمعت قائلا يقول: أحد بين الثلاثة، فأتيت بقسط من ذهب فيها ماء زمزم، فشرح صدري إلى كذا وكذا. قال قتادة: قلت: يعني؟ قلت لأنس بن مالك: ما يعني؟ قال: إلى أسفل بطني، فاستخرج قلبي، فغسل قلبي بماء زمزم، ثم أعيد مكانه، ثم حشي إيمانا وحكمة. وفي الحديث قصة طويلة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية قال: سمعت رجلا بدويا أعرابيا يقول: سمعت أبا هريرة يرويه يقول: من قرأ والتين والزيتون، فقرأ: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فليقل: بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين. قال أبو عيسى: هذا حديث إنما يروى بهذا الإسناد عن هذا الأعرابي عن أبي هريرة ولا يسمى. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما سندعو الزبانية قال: قال أبو جهل: لئن رأيت محمدا يصلي لأطأن على عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو فعل لأخذته الملائكة عيانا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فجاء أبو جهل فقال: ألم أنهك عن هذا؟ ألم أنهك عن هذا؟ فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فزبره. فقال أبو جهل: إنك لتعلم ما بها ناد أكثر مني. فأنزل الله: فليدع ناديه، سندعو الزبانية. فقال ابن عباس: فوالله لو دعا ناديه لأخذته زبانية الله. قال: هذا حديث حسن غريب صحيح، وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا القاسم بن الفضل الحداني عن يوسف بن سعد قال:
قال قام رجل إلى الحسن بن علي بعدما بايع معاوية فقال سودت وجوه المؤمنين أو يا مسود وجوه المؤمنين فقال لا تؤنبني رحمك الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم أري بني أمية على منبره فساءه ذلك فنزلت إنا أعطيناك الكوثر يا محمد يعني نهرا في الجنة ونزلت إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر يملكها بنو أمية يا محمد قال القاسم فعددناها فإذا هي ألف شهر لا يزيد يوم ولا ينقص قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث القاسم بن الفضل وقد قيل عن القاسم بن الفضل عن يوسف بن مازن والقاسم بن الفضل الحداني هو ثقة وثقه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ويوسف بن سعد رجل مجهول ولا نعرف هذا الحديث على هذا اللفظ إلا من هذا الوجه حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عبدة بن أبي لبابة وعاصم هو ابن بهدلة سمعا زر بن حبيش وزر بن حبيش يكنى أبا مريم يقول قلت لأبي بن كعب إن أخاك عبد الله بن مسعود يقول من يقم الحول يصب ليلة القدر فقال يغفر الله لأبي عبد الرحمن لقد علم أنها في العشرة الأواخر من رمضان وأنها ليلة 27 ولكنه أراد أن لا يتكل الناس ثم حلف لا يستثني أنها ليلة 27 قلت له بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر قال بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بالعلامة أن الشمس تطلع يومئذ لا شعاع لها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن المختار بن فلفل قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا خير البرية قال ذلك إبراهيم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن يحيى بن أبي سليمان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها قال أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها تقول عمل يوم كذا كذا وكذا فهذه أخبارها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر قال يقول ابن آدم
مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت، أو أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت؟ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أبو كريب، حدثنا حكام بن أسلم الرازي عن عمرو بن أبي قيس عن الحجاج عن المنهال بن عمرو عن زر عن علي رضي الله عنه قال: ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت ألهاكم التكاثر. قال أبو كريب مرة عن عمرو بن أبي قيس هو رازي، وعمرو بن قيس الملائي كوفي، عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الله بن الزبير بن العوام عن أبيه قال: لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال الزبير: يا رسول الله، فأي النعيم نسأل عنه وإنما هما الأسودان التمر والماء؟ قال: أما إنه سيكون. قال: هذا حديث حسن. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا أحمد بن يونس عن أبي بكر بن عياش عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: لما نزلت هذه الآية: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال الناس: يا رسول الله، عن أي النعيم نسأل؟ فإنما هما الأسودان، والعدو حاضر، وسيوفنا على عواتقنا. قال: إن ذلك سيكون. قال أبو عيسى: وحديث ابن عيينة عن محمد بن عمرو عندي أصح من هذا، سفيان بن عيينة أحفظ وأصح حديثا من أبي بكر بن عياش. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا شبابة عن عبد الله بن العلاء عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزم الأشعري قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة، يعني العبد من النعيم، أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد؟ قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. والضحاك هو ابن عبد الرحمن بن عرزب، ويقال ابن عرزم، وابن عرزم أصح. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس: إنا أعطيناك الكوثر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو نهر في الجنة حافتاه قباب اللؤلؤ. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي قد أعطاكه الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا شريح بن النعمان، حدثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ. قلت للملك: ما هذا؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله. قال: ثم ضرب بيده إلى طينة فاستخرج مسكا، ثم رفعت لي سدرة المنتهى فرأيت عندها نورا عظيما. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أنس. حدثنا هناد، حدثنا محمد بن فضيل
عن عطاء بن السائب عن محارب بن ديثار عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب، ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل، وأبيض من الثلج. قال: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا سليمان بن داود عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر يسألني مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عبد الرحمن بن عوف: أتسأله ولنا بنون مثله؟ فقال له عمر: إنه من حيث تعلم. فسأله عن هذه: إذا جاء نصر الله والفتح. فقلت: إنما هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه. وقرأ السورة إلى آخرها. فقال له عمر: والله ما أعلم منها إلا ما تعلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي بشر بهذا الإسناد نحوه، إلا أنه قال: فقال له عبد الرحمن بن عوف: أتسأله ولنا أبناء مثله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا هناد وأحمد بن منيع، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على الصفا، فنادى: يا صباحا! فاجتمعت إليه قريش، فقال: أنا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أرأيتم لو أني أخبرتكم أن العدو ممسيكم أو مصبحكم أكنتم تصدقوني؟ فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟ تبا لك. فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا أبو سعد هو الصنعاني عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنسب لنا ربك. فأنزل الله: قل هو الله أحد، الله الصمد. فالصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، ولا شيء يموت إلا سيورث، وإن الله عز وجل لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد. قال: لم يكن له شبيه ولا عدل، وليس كمثله شيء. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبيد الله بن موسى عن أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر آلهتهم، فقالوا: أنسب لنا ربك. قال: فأتاه جبريل بهذه السورة: قل هو الله أحد. فذكر نحوه ولم يذكر فيه عن أبي بن كعب، وهذا أصح من حديث أبي سعد. وأبو سعد اسمه محمد بن ميسر، وأبو جعفر الرازي اسمه عيسى،
وأبو العالية اسمه رفيع، وكان عبدا اعتقته امرأة سابية. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الملك بن عمرو العقدي عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال: يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا الغاسق إذا وقب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد، حدثني قيس وهو ابن أبي حازم عن عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أنزل الله علي آيات لم ير مثلهن، قل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة، وقل أعوذ برب الفلق إلى آخر السورة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا صفوان بن عيسى، حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال: الحمد لله، فحمد الله بإذنه، فقال له ربه: رحمك الله يا آدم، اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملأ منهم جلوس فقل السلام عليكم. قالوا: وعليك السلام ورحمة الله. ثم رجع إلى ربه فقال: إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم. فقال الله له ويداه مقبوضتان: اختر أيهما شئت. قال: اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة. ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته، فقال: أي ربي، ما هؤلاء؟ فقال: هؤلاء ذريتك، فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه، فإذا فيهم رجل أضوأهم أو من أضوائهم. قال: يا رب من هذا؟ قال: هذا ابنك داود، قد كتبت له عمر 40 سنة. قال: يا رب زده في عمره. قال: ذاك الذي كتبت له. قال: أي ربي، فإني قد جعلت له من عمري 60 سنة. قال: أنت وذاك. قال: ثم أسكن الجنة ما شاء الله، ثم أهبط منها. فكان آدم يعد لنفسه. قال: فأتاه ملك الموت، فقال له آدم: قد عجلت، قد كتب لي 1000 سنة. قال: بلى، ولكنك جعلت لابنك داود 60 سنة. فجحد فجحدت ذريته، ونسي فنسيت ذريته. قال: فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا العوام بن حوشب عن سليمان بن أبي سليمان عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الأرض
جعل التميد فخلق الجبال فعاد بها عليها فاستقرت، فعجبت الملائكة من شدة الجبال، قالوا: يا ربي، هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال: نعم، الحديد. قالوا: يا ربي، فهل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال: نعم، النار. فقالوا: يا ربي، فهل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال: نعم، الماء. قالوا: يا ربي، فهل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال: نعم، الريح. قالوا: يا ربي، فهل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال: نعم، ابن آدم. تصدق بصدقة بيمينه يخفيها من شماله. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه.